السلام عليكم ورحمة الله. في حلقة جديدة من حلقات برنامج الرماية في أسبوع. حلقتنا لهذا الأسبوع مكملة للحلقة السابقة واللي خصصناها لبطولة سمو أمير البلاد المفدى للرماية والقوس والسهم، واللي راح نتابع فيها منافسات البندقية والمسدس اللي تمت خلال هذه البطولة. بطولات خارجية كان عندنا ومعسكرات داخلية، يعني شبه معسكرات، مش معسكر ولكن شبه معسكر. الحمد لله يعني حققنا نتائج كويسة وأرقام يعني ممتازة، يعني تأهل إن شاء الله للبطولات الجاية، نكون إن شاء الله نجيب شيء. طبعاً بالنسبة لي كانت البطولة هذه من أهم البطولات اللي أنا استعد لها، خصوصاً العام بطولة سمو الأمير أنا حاصل على الذهبية فيها، وكان كل همي أني أحافظ على الذهبية، أحافظ على الذهبية اللي اسمي مكتوب عليها من العام، وكنت مستعد يعني استعداد تام لهالبطولة، أهم البطولات كلها بالنسبة لي. جولة الفاينل مع الرامي عبد الباسط صراحة كانت جدا قوية، وكان فيها حماس وإحساس بالبطولة العالمية. حضرنا البطولات منها البطولات المحلية استعدادا لبطولات المستقبل إن شاء الله. حققت المركز الأول على الشابات، كان طموحي أني أحقق مركز مع سيدات، بس الحمد لله يعني. هل هناك مشاكل أو صعوبات واجهتها خلال منافستك في الجولة؟ لا والله، بس يعني هو في مشكلة شوي يعني، بس أنا قاعدة أحاول أني أتفادى هالمشاكل، والحمد لله يعني إن شاء الله في البطولات الجاية أسوي أحسن من اللي حققته اليوم. الله يبارك فيك. شو اللي اختلف ليش ما بين منافسات البندقية 50 متر والبندقية 10 أمتار؟ كنا متوقعين ذهبية ثانية للرامي بهي الحمد. في هالبطولة يعني ما كنت جاهزة، ما تمرنت عدل، وأمس ما حضرت تدريب رسمي بسبب ظروف إنه كان اليوم علي امتحان، بس الحمد لله يعني حققت المركز الثاني، وإن شاء الله في المستقبل يعني أقدر إنه أنا أكسر رقمي اللي آخر رقم حصلت عليه. طبعا الحمد لله خذيت المركز الثالث سيدات،
طبعا ما جاء الجهد من عدم، تمينا يعني نتدرب، كثفنا تدريبات، وهم ان يعني هاي كان بالنسبه انجاز لي اني انتقل من الشابات لين السيدات. ان شاء الله في الموسم الجاي احقق يعني المركز الاول على مستوى الروميات كلهم ان شاء الله.